طيب نروح لموضوع آخر يا شاذلي. معنا موضوع تاني طبعا، موضوع مهم جدا بالنسبة لعشاق الظواهر الفلكية. النهارده في ظاهرة فلكية مهمة هنشوفها في سماء مصر، كمان هتظهر في الوطن العربي كله، وهي القمر العملاق الرابع والأخير في عام 2022. اللي هيتابع الظاهرة دي هيشوف القمر حجمه الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16%. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم عليكم، وصباح الخير على مصر كلها، اهلا بيكم. يا اهلا بيك يا فندم. هل ده هو القمر الاكبر في عام 2022؟ هو مش الاكبر، هو واحد من اكبر الاقمار، نظرا لان القمر كان في طور او في اقرب مسافه ليه من الارض، اللي هو طور الحضيض، حوالي 340 الف كيلو متر تقريبا. كان على مدار شهرين او 3 شهور اللي فاتوا كان هذا القمر في طور البدر العملاق. زي ما حضرتك قلت، هو القمر نفسه الحجم، لكن ظاهريا بيبان رؤيته اكبر وحجمه ظاهري اكبر نظرا لقرب مسافته من الارض. الظاهره يعني بناكد انها ملهاش اي اثار سلبيه على الارض ولا على الانسان ولا اللي على ينظر لها بالعين المجرده، بل على العكس احنا بننصح الناس ان هم يعني يبصوا للقمر ويشاهدوا تفاصيل السطح بتاعه، ويا حبذا لو حد معاه يعني كاميرا معظمه او تلسكوب صغير هيشوف تفاصيل اكتر من تضاريس القمر. طيب لكن خليني يعني فرصه يعني مع حضراتكم، طبعا شهور الصيف تحديدا شهر 8 الناس بقى يعني في اجازات، مفيش مدارس، مفيش جامعات، معظم الناس بتستمتع بالمصايف والليل الطويل، ومفيش غيوم ولا سحب زي الشتاء، فتبقى الفرصه جميله جدا الناس تبص للسماء وتستمتع بالاجرام السماويه اللي فيها، اخذا في الاعتبار طبعا الفتره الاخيره بقينا نتكلم كتير عن اكتشافات فلكيه وجيمس ويب وحاجات كتيره. فيعني انا بدعو كل المواطنين، مش بس عشاق الفلك، كل المواطنين ان هم يحاولوا فعلا يستمتعوا بالظواهر الفلكيه، وخاصه ان شهر 8 احنا عندنا عدد من الظواهر اللي اهمها اقترانات للقمر مع زحل، مع يعني كواكب كتيره، والمشترى والمريخ والزهره، كل دي حاجات بتخلي الناس تفكر كده في صنع ربنا. اضافه الى ذلك احنا عندنا من بكره برضه ذروه زخه شهب البرشويات، ودي حوالي 60 شهاب في الساعه، ودي برضه حاجه بتبقى جميله الناس تبص في السماء كده تلاقي الشهب نازله مضيئه، يعني حاجه يعني جمال ربنا سبحان الله يعني. سبحان الله طبعا. طب يعني خليني اعرف من حضرتك يا فندم، تعدد الظواهر زي ما حضرتك قلت مؤخرا، هل ده مقترن بوقت معين، يعني كل زي نفس الوقت من كل سنه بيبقى فيه هذه الظواهر، ولا في سبب تاني؟ لا، هو بالفعل زي ما حضرتك اشرت، هو نفس التوقيت ده تقريبا نتيجه للمدارات الثابته للاجرام دي اللي بتدور سواء حوالين نفسها او حوالين الشمس في المجموعه الشمسيه، وبالتالي ظاهره اقترانها بتكون الى حد ما مرتبطه بنفس المواعيد، بتتقدم شهر بتتاخر شهر طبقا لدورتها الفلكيه. لكن بناكد ان هي برضه ملهاش اي علاقه بقى يعني من الناس بتروجوا على السوشيال ميديا نهايه الكون والساعه الذريه وحاجات كثيره، الكلام ده تماما مش صحيح يعني. طبعا بنسمع كلام كتير من الكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي، لكن كويس انك بتوضحه. طيب هل القمر العملاق ليه علاقه بالمد والجزر؟ هو في طبعا علاقه رئيسيه ما بين القمر واطواره المختلفه والارض في المد والجزر، وده برضه بناكد الناس اللي موجودين على السواحل يقدروا يلاحظوا ده في اوقات معينه من اول الليل او الصبح البدري، يلاقوا فيه اختلاف في ارتفاع منسوب سطح البحر، وبرده ده ملوش علاقه بالتغيرات المناخيه، ده ظاهره بتتكرر بشكل يمكن شبه اسبوعي، ارتفاع لسطح البحر او انخفاض، اللي هو ظاهره المد والجزر دي مرتبطه بعلاقه الجاذبيه ما بين الارض والقمر، وبرده ملهاش اي تاثير سلبي على الشواطئ، علشان الناس ما تخافش وتقول يعني ده البحر هيجي علينا او كده، اطلاقا ملهاش علاقه يعني. طيب خلينا برضو نعرف من حضرتك، هل ده هيؤثر على توازن الطاقه الداخليه لكوكبنا، وكمان فكره يعني حقيقه تاخر ظهور القمر بساعه كامله؟ لا، موضوع تاخر ظهور القمر ده يعني معلومه مش صحيحه، ما اعرفش مين قالها، لكن موجوده على السوشيال ميديا. ما انا بقول لحضرتك يعني في حاجات كتير على السوشيال ميديا ملهاش اساس من الصحه، وللاسف يعني يمكن بعض بيروجوها يعني بناء على وكالات فضائيه و اطلاقا الوكالات ولا الجهات دي ملهاش اي علاقه بيها، ومن اجل هذا يعني بنرحب بالتواصل مع حضراتكم وكل المنصات الاعلاميه، اي معلومه خاصه بانشطتنا الفلكيه والظواهر الفلكيه ناكدها او ننفي اي شائعات بخصوصها،
وايضا بنرحب بالجمهور ورواد الفلك ان هم يزوروا المعهد ويحاولوا مع الباحثين عندنا يستعملوا المراصد والامكانيات الموجوده للاستفاده وتصحيح المعلومات وتاكيد المعلومه. عظيم قصه علاقه الارض بالطاقه الكامنه القمر بالطاقه الكامنه، طبعا يعني في معادلات وفي حاجات كثيره نظريا، وطبعا كان منها يعني نظريه الجاذبيه لاينشتاين، واللي اكتشفنا حاجات كثيره مؤخرا منها الثقب الاسود. ففي يعني امور كثيره برضو مش عايزين ندي المجال لبعض المراولي الشائعات ان هم يستغلوا القصه دي، وخاصه ان بعضهم بيربطها بقى بالتنجيم وحظك اليوم وحاجات زي كده اللي هو اساسا بعيد عن علم الفلك تماما. عظيم، طبعا كل شكر لحضرتك طبعا لتوضيح كل هذه الامور دكتور جهاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، شكرا جزيلا ليك.